السلام عليكم. من ملاذ هادئ وآمن تحول ريف محافظة تعز إلى ساحة حرب مفتوحة بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي والمخلوع من جهة أخرى. ففي الصلو والوازعية وحيفان وصبر الموادم وغيرها من مناطق الريف تشتد المواجهات مخلفة وراءها موجات من النزوح والتداعيات المكلفة على الحياة وعوامل البقاء. نتوقف مع هذا الحدث المتصاعد في عنفه اليومي لنناقشه من زاويتين: ما حقيقة الوضع الميداني والإنساني في هذه الرقعة الجغرافية الواقعة على خط النار؟ وما الذي تبحث عنه ميليشيا الحوثي والمخلوع في ريف محافظة تعز؟ أكثر من عام ونصف وتعز المحاصرة تقاوم آلة الحرب الإنقلابية، ليس فقط في قلب المدينة وجهادها الأربع، بل أيضا في قلب الريف بقراه المتعددة. مواجهات وقصف يومي وحصار مطبق على منافذ بعض المديريات والقرى العالقة في الجبال وفي الأودية الهاجعة والبعيدة، وموجات نزوح تبحث عن ملاذ يقيها الموت من رصاصة قناص أو قذيفة. في ريف تعز تدفقت آلة الموت وأحكمت قبضتها على القرى والعزل وحالت دون دخول الغذاء والدواء للسكان، حتى النازحون لم يتمكنوا من الحصول على مأوى لهم أو طعام. تصاعدت صرخات الاستغاثة عبر النشطاء، لكنها لم تصل إلى آذان المنظمات الدولية الإنسانية، فيما تكتفي السلطة المحلية بالحديث عن دورها المتواضع في التخفيف من تفاقم المعاناة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة وبعض المنظمات العاملة. كل هذا وأكثر سنقف عليه الليلة في حلقة زوايا الحدث، لكن بعد أن نتابع هذا التقرير للزميلة وئام الأكحلي. لا يقف العمر حاجزا بينه وبين المقاومة، فمحافظة لا تشيخ ولا تعرف الكهولة طريقا إليها رغم كل ما حدث ويحدث بها. بالتأكيد لن يشيخ أبناؤها ويعجزون عن العطاء بكافة مراحل أعمارهم المختلفة، فالمقاومة فعل لا يقتصر على الشباب فقط، أو على الأقل هذا ما يؤكده المقاومون في محافظة تعز والتي تتنقل المعارك فيها بين مدينتها والريف، حيث تحرص ميليشيا الحوثي والمخلوع على عدم استثناء شبر فيها من قذائفها ورصاصاتها الجالبة للموت والدمار. آخر الأخبار القادمة من تعز تقول بأنه وبعد مدة زمنية قصيرة على سيطرة المقاومة على منطقة الشقب الواقعة في أطراف جبل صبر من الجهة الجنوبية الشرقية، تمكن الحوثيون من إعادتها إليهم. أما عن أهمية منطقة الشقب ففيها عدد كبير من التباب والقرى المطلة على الطريق الممتد بين دمنة خدير والمسراخ، وتعتبر أيضا طريقا رئيسيا يربط تعز بمدينة عدن، ما يعني تمكين من ينجح بالسيطرة عليها من تأمين الجبهة الجنوبية الغربية لمدينة تعز بشكل كامل. في الجهة الغربية تحديدا بمديرية الصلو، أكثر الجبهات اشتعالا في الوقت الحالي بريف تعز، نجحت الميليشيا أيضا في إعادة السيطرة على منطقة الصيرتين بعد وقت قصير من إعلان الجيش السيطرة عليها، ما ينبئ بخطر كبير تعاني منه المقاومة، وذلك بعدم قدرتها في كثير من الأحيان المحافظة على مكاسبها العسكرية في الأرض أو تعزيزها. لم تقتصر يد القتلة في إطباق القبضة على منافذ المدينة وجهاتها الأربع، بل امتدت إلى الريف الهادئ والآمن، فتحول منذ أشهر إلى ساحة حرب مفتوحة، حرب أكلت الأخضر واليابس وتسببت بموجات نزوح وتداعيات إنسانية فظيعة يصعب معالجتها. لا غذاء ولا دواء إلا ما تسرب عبر الطرق الوعرة والهامشية، وفي خفية عن عيون الميليشيا المنتشرة على خطوط القرى والعزل، حتى جهود الإغاثة تتقاطر بشكل شحيح ودون المستوى المطلوب مقابل حجم الاحتياجات.
إذن تدخل محافظة تعز بريفها وحضرها معا وبشكل كامل تحت طائلة آلة الحرب الحوثية الممتدة من أقصاها لأقصاها، ولا يبدو بأن هناك تغييرا كبيرا في المشهد المعتاد بسير المعارك بالرغم من وصولها لكل شبر في تعز. للتعرف على طبيعة الوضع الميداني والإنساني في ريف تعز في الجزء الأول من هذه الحلقة من زوايا الحدث، نبدأ بالنقاش مع ماهر العبسي راصد ميداني ينضم إلينا من الصل. وأهلا بك أستاذ ماهر. أهلا وسهلا بك أستاذي. إذن مواجهات ضارية تشهدها مديرية الصلو، كيف يبدو الوضع الإنساني في المديرية مع اشتداد المواجهات هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الوضع في مديرية الصلو يبدو يعني شبه كارثي هنا في مديرية الصلو. بالأمس كانت هناك واليوم أيضا هناك كثير من الأسر على مدى الأسبوع بالكامل نزحت من منطقة الصعيد ومنطقة القابلة ومنطقة الصيرتين ومنطقة الصيار. هناك نزوح وهناك تهجير قسري، يعني تهجير المواطنين من منازلهم من قبل جماعة الحوثي وقوات صالح بالقوة واحتلال منازلهم. هناك موجة نزوح كبيرة رأينا يعني خلال يوم أمس تقريبا من فترة الصباح إلى فترة العصر قرابة 80 سيارة ناس ينزحون بملابسهم بما عليهم فقط، لا يستطيعون إخراج شيء. هناك أناس يبيعون مواشيهم، يبيعون بعض من أرضهم كي يبحثوا عن مساكن أو أماكن أو ملاجئ ينزحوا إليها لصعوبة الوضع. هناك أيضا يوم أمس بجوارنا هناك امرأة في منطقة القابلة أصيبت برصاص من منطقة الصيار حيث يسيطر جماعة الحوثي وقوات صالح. لا يوجد مكان لإسعاف هذه المرأة، يعني سواء لمسافات طويلة حوالي إلى مستشفى النشمة حوالي ساعتين أو ثلاث ساعات كي يصل الجريح إلى المستشفى. الوضع سيء جدا. طبعا ما لاحظته في تقريركم أن منطقة الصيرتين هي مركز الاشتباكات، يعني كانت أمس هي مركز الاشتباكات، واستطاع أفراد من المقاومة الشعبية عصر أمس بالسيطرة على منطقة الصيرتين بالكامل، لكن لا يعني لكن بعد نزوح الأهالي وخوفهم فلم يكن يعني الصيرتين والمناطق المجاورة لها. ماهر يعني أنت الآن تصحح المعلومة التي وردت في التقرير فيما يخص أن الصيرتين عادت من جديد إلى المقاومة. بالضبط عادت من جديد إلى المقاومة عصر أمس، واستطاع الأفراد المقاومة الشعبية يعني السيطرة، كان الحوثي طيب رغم ذلك النزوح مستمر من هذه المنطقة وغيرها من المناطق، ما هي مخاوف ودوافع الناس؟ لماذا ينزحوا؟ ينزح الناس بالأمس نحن كنا في منطقة القابلة، يعني تعتبر على بعد قريتين من منطقة الصيرتين التي هي مركز المواجهات، لكن هناك قضايا يطلقها جماعة أنصار الله وجماعة الحوثيين إلى مناطق تواجد السكان البعيدة عن المواجهات، وصلت القذائف إلى جوارنا. هناك قذائف يطلقها جماعة الحوثيين وقوات صالح على مناطق السكان والمدنيين، هناك كثير من الإصابات في أوساط المدنيين، هذا يتسبب بخوف السكان وسكان القرى، هذا السبب الرئيسي الذي تسبب النزوح. طيب ستبقى معنا ماهر. ينضم إلينا أيضا سهيل الخرباش مسؤول المركز الإعلامي للمقاومة ينضم إلينا من حيفان. أهلا بك أستاذ سهيل. لو تضعنا في طبيعة تطورات المعارك الحاصلة الآن في حيفان. أهلا وسهلا أولا. وبالنسبة للمعارك الحاصلة في حيفان هي ممتدة، حيفان وصل تعتبر جبهة مشتركة خاصة بعد توغل الملكية إلى حيفان. المعارك العنيفة تدور حاليا في مديرية الصيلو، وبعض الأوقات تكون هناك مواجهات في منطقة الحكوم. طيب بالنسبة للوضع الإنساني كيف يبدو في حيفان والحكوم؟ في حيفان والحكوم كان الوضع حاليا بعد سيطرة الملكية قامت الملكية بالعديد من الانتهاكات في داخل مديرية حيفان، خاصة في منطقة في عزلة العبوس التي دارت فيها المواجهات بشكل كبير. حصلت خلال فترة المواجهات عملية تهجير قسري للمواطنين، إصار للمواطنين، وحاليا عملية نهب للمواطنين لمنازل المواطنين، عملية نهب تتم للمستوصفات في العبوس، عملية اعتقالات تعسفية للمواطنين بحجة انتمائهم للمقاومة،
كذلك الحال هو في لحتوم. هناك حالة نزوح كبيرة من لحتوم بسبب المعارك اللي تدور هنا. طيب تتحدث عن موجات النزوح، إلى أين يذهب النازحون؟ ما هي المناطق التي تمثل لهم كمناطق آمنة الآن؟ اختلفت مناطق النزوح، فمن العديد من الأسر اتجهت إلى ذويها وأقاربها في المدن، على سبيل المثال إلى صنعاء، إلى الحديدة، إلى عدن. هناك أسر نزحت إلى مناطق آمنة كمدارس للسكن فيها. طيب شكرا جزيلا لك سهيل الخرباش، مسؤول المركز الإعلامي للمقاومة في حيفا. نعود لماهر العبسي راصد ميداني، هو معنا من الصلو. ماهر، بالنسبة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه الآن، يعني موجات النزوح الحاصلة في ريف تعز وخاصة في الصلو والمناطق التي تشهد مواجهات شديدة، يعني إلى أين يمكن أن تصل الأمور باعتقاده؟ الأوضاع بالطبع بالتأكيد تسوء أكثر فأكثر مع استمرار المواجهات في ريف تعز وانتقالها من المدينة. كان النازحين يتجهون من المدينة في بداية المواجهات، بداية الحرب، يتجهون للأرياف كملجأ أخير ينزحون إليه، يعني تأمينا لأنفسهم ولأرواحهم ولأطفالهم كي ينجون من أثار هذه الحرب. لكن عندما تنتقل المواجهات الى الارياف والى القرى والى يعني الان حاليا خلط الصراع في تعز، حوالي يعني 16 مديريه في تعز تعاني من الصراع في ايه من في اطرافها او باكملها. فعندما ينتقل الصراع الى المديريات والى الارياف، هنا النازحين يبقون في وضع صعب جدا، لا يدرون الى اين ينتقلوا. فاغلب المديريات يعني فيها صراع، وبعضهم لا يستطيع حتى، يعني اليوم وجدنا مناشدات في مديريه الصلو يريدون سيارات كي تنقل النازحين الى يعني مناطق اخرى، ليس لديهم اجره السياره لتنقلهم لمنطقه النزوح الاخرى. طيب بالك في يعني مثلا ايجار بيت او مخيمات او هكذا، فالناس طيب يعني هذا يدفعني الى سؤالك عن جهود الاغاثه، موضوع ايضا ايوان النازحين، هل هناك من اي دور ملموس للجهات والمنظمات الدوليه وحتى السلطه المحليه؟ في مديرية الصلو ليس هناك وجود أي جهات يعني تقوم مثلا بعمل خيام للنازحين أو استقبال النازحين أو كذا، لم نلمس شيء من هذا الموضوع. النازحين طبعا الذين خرجوا من الصلو توجهوا إلى منطقة التربة في مديرية الشمالتين أو إلى مديرية دمنة خدير في منطقة الدمنة أو الراهدة، لكن ليس هناك جهود حتى الآن لإيواء هؤلاء النازحين أو يعني عمل مراكز إيواء للنازحين أو استئجار مباني للنازحين. النهاية ليس هناك أي جهود للمنظمات الدولية في حتى الآن. ما هي الصعوبات باعتقادك التي تمنع أن يكون هناك دور؟ أعتقد الصعوبات هو أن يعني النزوح يتم بشكل متسارع، يعني الصلو حدث نزوح من سابق، فطبعا أن يعني أن المنظمات تتحرك بس بشكل بطيء، يعني عندما يمر على يعني على الواقعة وموقعة النزوح فترة شهر عشان تبدأ بعمل مشاريع ولكن بوقت متأخر. لكن ليس هناك يعني مركز طوارئ للسلطة المحلية أو المنظمات يقوم برصد النازحين بشكل سريع وعمل حلول سريعة لهم، هذا غير موجود، لهذا النازحين يعانون معاناة كبيرة في أغلب المديريات في تعز. طيب ماهر، عندما تحدثنا عن موضوع سقوط منطقة السيرتين، هو ربما في هذه الموضوع إشارة عامة إلى الكثير من المناطق التي تكون تحت سيطرة المقاومة ولا يستطيعون الحفاظ عليها كمكاسب وتسقط مرة أخرى في يد الميليشيا، الأسباب ترجعها أنت إلى ماذا؟ الأسباب طبعا تعود إلى في منطقة الصيرتين، حسب كلام أفراد المقاومة والجيش الوطني الموجودين في نفس المنطقة، هو يعني أن المعارك استمرت تقريبا من يوم الخميس إلى يوم أحد يوم أمس بشكل مستمر، حسب ما يقولون هو يعني لم يجدوا فترة للراحة. ايضا يعني الامداد بالذخيره وهكذا لم يكن بشكل كافي، ولهذا يعني تم التراجع قليلا، ثم بعدها تم استعاده فقط امس وتم سقوط السيرتين، ثم عادت من جديد الى الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه. طبعا هناك منطقه في السيرتين اسمها المقاطره، هؤلاء عندما سيطروا يعني جماعه الحوثي على المنطقه يوم امس تم تهجير سكانها بالكامل، حوالي يعني 40 اسره تم تهجيرهم بالكامل.
فقط ليس لشيء، هم مدنيين فقط، لان هم يعني لان المنطقه كان مسيطر عليها ان المقاومه، فتم تهجيرهم على اساس انهم كانوا يدعمون المقاومه كذا، ولقيت مجموعه من السكان يقولون هم مدنيين عزال لا علاقه لهم لا بالمقاومه ولا بالحوثيين، فقد تم تهجير القريه بالكامل، قريه المقاطره في منطقه الصيرتين. شكرا جزيلا لك ماهر العبسي راصد ميداني، كنت معنا من الصل، شكرا لك على كل هذه المعلومات. ينضم الينا الان الاستاذ شوقي القاضي البرلماني المعروف، اهلا بك استاذ شوقي. اهلا وسهلا. إذن وضع إنساني بائس في المحافظة ووصل إلى الريف، كان الناس والمواطنون يلجؤون إلى الريف في تعز، لكنه اليوم بعد امتداد آلة الحرب إليه ربما وصل أو تعدى مرحلة الخطر، كيف تتابع جهود الإغاثة وما يحصل في ريف تعز؟ طبعا بداية أريد أن أؤكد بأن هذه المحرقة التي أشعلها عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح من المؤسف جدا جدا أنها أودت الآن بآلاف شباب اليمن من كل الأطراف. يعني هؤلاء الشباب الذين كنا نحتاجهم للتنمية، كنا نحتاجهم للإعمار، كنا نحتاجهم للتعليم، كنا نحتاجهم لنهضة اليمن، للأسف اليوم هناك الآلاف من الشهداء والقتلى، هناك الآلاف من المعاقين، هناك الآلاف من المحبطين، هناك الآلاف من البائسين، وبالتالي يعني للأسف لم ينجز علي عبد الله صالح في حياته مثل هذا الإنجاز الذي أحرق اليمن تماماً وسانده بذلك عبد الملك الحوثي، هذا من حيث المبدأ. أما من حيث الإغاثة وأنشطتها فإنه هناك بعض الجهود التي تبذل من بعض منظمات من بعض الجمعيات الخليجية السعودية أو القطرية أو غيرها أو الكويتية، لكن للأسف هذه الجهود إما أنها جهود مرتبطة ببعض المؤسسات محدودة الانتشار محدودة الحركة، وإما أنها أيضا لا تفي ولا تكفي بحجم المأساة التي تجاوزت كل شيء. يعني للأسف طبعا نسمع كثيرا أن هناك أموال تضاخ من قبل مركز الملك سلمان، وهناك أموال أيضا تضاخ من قبل بعض الجمعيات، لكن عدم تنسيق التحالف بطريقة مدروسة وعدم وجود آلية نزيهة نظيفة فاعلة تحس بالوجع من قبل الشرعية، للأسف أهدر كثير من هذه الأموال وجعلها ربما مصدر فساد لبعض الأشخاص أو لبعض الجهات. على كل حال باختصار شديد هذه الجهود الإغاثية لا تفي ولا بربع المطلوب من المأساة، سواء كان على مستوى التغذية والإعاشة، سواء على مستوى هذا واضح. أستاذ شوقي ريف تعز تحول من ملاذ هادي وآمن إلى ساحة حرب مفتوحة اليوم، باعتقادك ما الذي يبحث عنه الحوثيون وقوات المخلوع في ريف تعز؟ أولا أؤكد على أن المأساة في الأرياف أكثر بكثير جدا مما هي في المدن. أما ما الذي يبحث عنه الحوثي هو استراتيجيا يريد أن يقطع بعض الطرق، يريد أن يهدد بعض الطرق التي تؤدي إلى المحافظات الجنوبية، هو يريد أيضا أن يقطع طرق الإمداد، هو يريد أن يقطع طرق الإغاثة، يريد أن يقطع طرق العلاج وطرق المرضى وحركة المرضى والجرحى. للأسف هذه الحقيقة فقط لا غير، أما غير ذلك فما الذي سيجنيه؟ ليس هناك حاضنة اجتماعية لا للحوثي ولا لقوته ولا لميليشيا علي عبد الله صالح في هذه المناطق، هذه مناطق مدنية، مناطق ترفض المذهبية، ترفض الطائفية، ترفض الاستبداد، ترفض الدكتاتورية، وبالتالي يعني لا أفسر إلا من هذه الناحية فقط. لكن الحوثي وعلي عبد الله صالح يحرقون أنصارهم في هذه المناطق، ما يتعرض له شباب الحوثي وما يتعرض له شباب علي عبد الله صالح، وأنا أقولها بمرارة، أنا لست من هواة إراقة الدماء ولا أحب ولا أفرح مطلقا بمقتل شاب يمني أبدا، لكن للأسف هؤلاء ضخهم علي عبد الله صالح الحوثي ورموا بهم في هذه الجبال والشعاب، قابلوا أهالي مناطق يدافعون عن مناطقهم، يدافعون عن عزة نفوسهم، يدافعون عن مصالحهم، فللأسف أوردهم المحارق والمهالك. يعني أنا طيب تقول أن لا حاضنة اجتماعية لهم في الريف، ما الذي تفسره بوجود أنصار؟ تحدثت عن وجود أنصار لهم. نعم بالنسبة للأنصار، هؤلاء الأنصار هم المرتبطون أولا بعلي عبد الله صالح الذين ارتبطوا ببعض المشايخ الذين يجنوا من وراء إحراق هؤلاء الشباب وإرادهم المهالك، يجنون وراءها الأموال، وهذا أمر ما عاد مخفيا على أحد. لكنني أنا هنا أوجه رسالة إلى ضمائر مشايخ تلك المناطق وأعيانها ووجهاتها
تلك المناطق التي ترفض عليه عبد الله صالح من محافظات أخرى أن ينتبهوا وأن يعوا بأنهم شركاء في مقتل هؤلاء الشباب، ويوما ما ستفتح ملفات هذه المحارق ليسألوا أيضا من ضمن من غرروا. أستاذ شوقي، مما لا شك فيه أن هناك انعكاسات كثيرة فيما يحدث اليوم في ريف تعز وتعز وكل اليمن بشكل عام من حرب وتأثير على النسيج الاجتماعي. هل الأطراف المشاركة في هذا الحرب هل هي قادرة على تجاوز هذا الخطر والتنبه والالتفات إليه؟ الى 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 على المدى المنظور، على المدى المنظور للاسف هناك فعلا تشظي اجتماعي وهناك شرخ اوغل تماما في بنيه المجتمع، خاصه الشهداء، خاصه ذكريات الشهداء، اهالي الشهداء، اهالي المعاقين، اهالي الجرحى. لكنني على ثقه بان اليمنيين سيتجاوزوها كاي مجتمع اذا وجدوا دوله تعيد لهم الامل وتعيد لهم البناء. وهنا اناشد الشرعيه بأن يوجدوا من المحافظات المحررة محافظات حاضنة للبيئة اليمنية قادرة على أن تدمج المجتمع اليمني في بعضه ليشعر بنواة دولة حديثة. للأسف ما حصل في بعض المحافظات من تصرفات، سواء كانت تصرفات فردية أو تصرفات جماعاتية غير مسؤولة أو تصرفات بعض المسؤولين الغير مؤهلين للمسؤولية، تلك أودت بكثير، آلمت، أوجعت الكثير. الأمر الآخر، ينبغي أن تبنى سريعا البنية التحتية لتلك المحافظات المحررة، وأقصد بها عدن وغيرها، لكي يشعر اليمنيون بأن هناك نموذج وأن هناك أيضا أمل في أن يتجاوزوا إن شاء الله. أستاذ شوقي، وأنت تتابع تطورات الوضع الميداني، باعتقادك لأين يتجه الوضع؟ ما التطورات التي تنظر وتتوقع أن تحصل فيما الآن في الميدان في ريف تعز؟ نشهد تقدم ربما للمقاومة من ثم تراجع وعودة للميليشيا، هناك شكوى دائمة من قبل المقاتلين في الميدان التابعين للشرعية من حاجتهم للذخيرة وللمساعدة دائما. والله يا أخي الكريم، أنا لا أريد أن أحبط السادة والسيدات المشاهدين، لكن أيضا لا أريد أن أوزع لهم الوعود والأماني. على المدى المنظور لا زالت اليمن في نفق مظلم تماما. على المدى المنظور ليس هناك نية للأسف. لو أن الإخوة في التحالف، وأخص قيادة التحالف دولة المملكة العربية السعودية، لو كانت استمعت إلى نداء النافحين بسرعة الحسم وإنجازه لما آلينا الآن لتدخلات. للأسف هناك تدخلات إقليمية، هناك تدخلات دولية للعبث بالورقة اليمنية وربطها بأوراق إقليمية أخرى، وكذلك لترتيبات أخرى مؤلمة. ليس شرطا أن يكون هذا الترتيب في اليمن مباشرة، لكنه ارتبط بترتيبات المنطقة التي يريدها الاستعمار مرة ثانية بتقسيمات جديدة، بسيطرات جديدة، باستراتات جديدة إلى غير ذلك. وبالتالي للأسف على المدى المنظور اليمن في وضع مؤلم ومخيف. لكن أنا أتمنى من القوى السياسية، وقد نشرتها على صفحتي في الفيسبوك، أنني أتمنى من القوى السياسية التي تساند الآن الشرعية ألا تبقى أداة بسيطة ساذجة لإصدار بيانات الإشادة بالشرعية أو التحالف. يستطيع الإخوة قيادات هذه المكونات، وهو لهم قوة ولهم حضور على المستوى الأرض في كل المحافظات، يستطيعوا أن ينجزوا استراتيجية جديدة لإنقاذ اليمن، وعلى التحالف أن يسندهم. ما لم، فإن التحالف مهدد، وأخص المملكة العربية السعودية التي يتآمر عليها الجميع. طيب، ما هي هذه الاستراتيجية؟ وباعتقادك ما الذي يمنعهم من المضي فيها إذا كانوا قادرين؟ عاملان اثنان يمنعهم. العامل الأول، لا زالت هناك دولة عميقة في المملكة العربية السعودية تمنع تكون مثل هذه المكونات. ولدي من المعلومات أنه كانت هناك خطوات باتجاه إيجاد مكون سياسي فاعل وعمل خطة استراتيجية للأمر، لكن للأسف تدخلت قيادات أمنية في المملكة العربية السعودية وحالت بين هذا المشروع وبين انعقاده وقيامه، واستبدلته بمشروع ديني طائفي جماعاتي يمثل طوائف سنة وشيعة وإلى آخره. ونحن نعرف أن المجتمع اليمني لا زال مجتمعا، لا زالت الحرب في اليمن
بين انقلاب وبين شرعية، لا زالت الحرب. طيب هذا بالنسبة لرؤيتك ونظرتك بشأن عام لما يحدث. إذا ما عدنا إلى موضوع المعارك الحاصلة الآن والدائرة في ريف تعز، نشهد تقدم لقوات المقاومة والجيش الوطني ومن ثم يحصل تراجع. خطورة هذا الموضوع كيف ينظر له التحالف وحكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وبالتالي لماذا لا تتم الاستجابة لهذه المناشدات الدائمة بتوفير الذخيرة وكل ما يحتاجونه في هذه الجبهات؟ أولا هذه الظاهرة التي هي عبارة عن تقدم الشباب ثم انتكاسات بعض المناطق، كما يقال هكذا يريد المخرج. للأسف المخرج الذي يدير التحالف ويدير الشرعية هكذا يريد بالنسبة لمحافظة تعز، وسيجنون سيدفعون الثمن غالي غالي جدا. ليس الثمن فقط الذي سيدفعه الشباب، للأسف الشباب في تقدماتهم لتحرير مناطقهم وصد عدوان الميليشيا يدفعون على قوافل من الشهداء ومن الجرحى ومن المصابين وغير ذلك. لكن للأسف المخرج يريد هكذا، لكن هل الوضع تحت السيطرة؟ يعني الوضع تحت السيطرة ما دام هو يريد هكذا، أم ربما قد يصل لحظة أنه يخرج عن تحكمه؟ لا نعم بالضبط، هذا هناك تخوف من أن يفقد الشباب ثقتهم بمن يدافعون عنهم، لأن الشباب اليوم بعضهم الآن قد كفر بهذه الشرعية ولو أنه لم يكفر بالمقاومة، ولا زال يصد العدوان عن مدينته وعن منطقته وعن قريته. لكن للأسف أنا هنا أحذر قيادة التحالف بأنه يتآمر على نفسه، بأن هناك مكونات في إدارة التحالف تتآمر على نفسها. لو حررت تعز لقطع عودة الشرعية على مستوى اليمن شوطا طويلا. هم يريدون أن يجعلوها محرقة للأطراف كلها للأسف، لكنها ربما تحرقهم هم، ستحرق التحالف يوما ما إن بقوا على إحراق هؤلاء الشباب. شكرا جزيلا لك البرلماني شوقي القاضي، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة، كان معنا سهيل الخرباش وباهر العبسي، وكان يفترض أن ينضم إلينا وكيل محافظة تعز لنتناقش معه عن طبيعة الوضع الميداني والإنساني وعن جهود السلطة المحلية سواء في الجبهات العسكرية أو في ما يخص الوضع الإنساني، لكن بعد التنسيق معه في بداية الحلقة لم نستطيع الوصول إليه. شكرا لكم، انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومعيد هذه الحلقة محمد القاسم، في أمان الله.